الأستاذ محمد برضو نوصل للحلول عشان نبقى بنفتح موضوع وبنتكلم في حل ليه. الأستاذ عبد الحكيم قال إن رابطة الأندية المختلفة هي حل لكل هذه الأمور. تمام، إلا أن يتحقق هذا، لأن ده صعب تحققه في مصر، لأن المهندس أحمد مجاهد أول لحظة صدر فيها قرار بتعيينه رئيس اللجنة السياسية كان أول قرار قاله تشكيل لجنة الأندية المحترفة أو لجنة المحترفين. وحتى هذه اللحظة كان أول قرار خده وقال بالنص أنا مصر عليه ودي أول حاجة هعملها. حتى الآن لم يفعلها ولن يفعلها حتى يرحل. ما تعرفش ليه السبب، مش هيعمل لأن هتاخد سلطاتهم. هم مش عايزين يسيبوا سلطات، هم عايزين يظلوا هم اللي يديروا وهم اللي يتحكموا. بدليل اتحاد الكرة لغاية دلوقتي، ما اتحاد الكرة ما فيهوش لجنة مسابقات. أيوة بس ده اتقال كده برضو على النادي الأهلي إنه عمل شركة الكرة وشركة الكرة هتاخد، بس النادي الأهلي عمل لا لا الأهلي ده شركات، ده بيعمل بيطبق الحاجات الاحترافية. أيوة لا يعني من ضمن الحاجات اللي اتقال برضو في هذا بالظبط، لكن هم بيخافوا على إن هو ياخد، لأن لجنة الأندية المحترفة هتيجي هتاخد المسابقة وهتديرها، والمسابقة دي هي الكريزه بتاعت كره القدم، هي الترطايه كلها. عندك منتخب وعندك امم افريقيا وعندك، ما هو لا هو شايف ان الدوري بقى هيبعد عنه الدوري وكل ما وكل متعلقاته وكل مشتغلات، فدي مش هتبقى موجود. اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي، من فضلك طور التقنيات الخاصه بالفار، هات لي كاميرات على اعلى مستوى، بلاش كاميرا الموبايل اللي احنا بنشوف بيها المباريات. يا كابتن ده احنا احيانا بنشوف صوره والمفترض ان هي اتش دي، صوره مهزوزه، مش الصوره اللي هو بيعيدها، دي صوره ماتشات مهزوزه. انا احيانا بلبس نظاره، انا خايف احسن يكون نظر داعب فالاخراج. انت كبرت والله العظيم يا كابتن. يعني ودي شكوى الناس كلها، الناس كلها بتشوف حاجات غريبه جدا. يعني واحيانا يعني خلينا، انا مش هتكلم على الاخراج دلوقتي، انا هتكلم على الصوره اللي احنا بنشوفها والصوره اللي الفار بيتعامل معاها اللي المفروض يكون ليها. تمام، حضرتك بتقول هنا ايه في يعني كلام واضح وصريح ومحدد. كاميرات على اعلى مستوى تبقى لاحدث نظام موجود في العالم، علشان ما دام هتستخدم حاجه بتستخدمها صح. بس ده هيكلف كتير قوي يا خالد. ما يتكلف، مش انا عايز اعمل حاجه صح. هو انت مش بتعمل دوري مصري والدوري المصري قليل كده؟ منتج، ده منتج. أيوة، وهتقدر تسوقه وتقدر وانا ليه بقعد اتفرج قدام الدوري الانجليزي؟ لان بيقدم لي منتج محترم. النهارده كنا قاعدين بنتفرج حاجه صوره وهميه بصراحه. انت حد بيجبرك انك تتفرج ولا بتتفرج انت بارادتك؟ ليه بتروح؟ ليه بتروح؟ عشان تستمتع، عشان تستفيد. على اي ماتش خلي بالك. عشان تستمتع، عشان تستفيد، وانت قاعد كده مرتاح نفسيا، شايف ملعب جميل، شايف أيوة. تصوير رائع، شايف. هو انت، هو احنا بنحس بالفار في الدوري الانجليزي؟ خالص. حد لاحظ ده؟ حد لاحظ ان الحكم طلع وجري ووقف ست دقايق؟ ده ماتش امبارح ست دقايق الحكم واقف يتفرج على الفار عشان يحسب الكوره اذا كانت ياخد فيها قرار. الكلام ده مش موجود في الدنيا. ده ومعنى غير الحاجه الثانيه، تدريب كامل وشامل لحكام الفار، لانهم لم يتدربوا بشكل كافي، وده باعتراف لجنه الحكام اللي موجوده وباعتراف الموجودين. قال يعني ان هم بيعملوا كده خلال هذه الفتره، يعني ما اعتقدش ما عملوش، لكن هم غير مدربين بشكل جيد، وما عندناش العدد الكافي المدرب اللي يستطيع ان يتعامل مع موضوع الفار. خالد، حلول من وجهة نظرك؟ لا، الحلول طبعا هو انا بس عايز اقول مميزات رابطة الأندية. رابطة الأندية اولا مش هكون عندك الآفة اللي احنا بنعيش عليها دايما من اول ما عملنا كرة لحد دلوقتي، وهي القيادة الأحادية، ان واحد بس اللي بيدير المنظومة والباقي كله بيخدم عليه، وده موجود ومن اول ما بدأت الكرة عندنا لحد دلوقتي. يعني حتى لو بتتكلم عن الانجازات، اغلب الانجازات اللي عملناها ما كانتش انجازات مخطط ليها. احنا ما عندناش خطة في اي حاجة خالص، انا ما بسودش الموضوع، لا ما فيش خطه الانجاز. هقول لك ان دايما الخطط موجوده في النادي الاهلي، مش عشان انا في قناه النادي الاهلي، انما الحاجه واضحه ومرتبه. واخد من كلام حضرتك قلت دلوقتي ان النادي الاهلي عمل، طب ليه اتحاد الكره ما عملش؟ لان ده مجلس اداره منتخب عنده رؤيه، عنده استراتيجيه، مقدم برنامجه من اول ما بدا لحد ما خلص. دور على مجلس اداره النادي الاهلي، لو لقيت ان البرنامج اللي عمله عائله الاهلي اللي قاله في الانتخابات من اول ما مسك او من اول ما ترشح لحد دلوقتي كام في المية تم انجازه من البرنامج وتم اضافه عليه بنود لم تكن موجوده. اذا انت بتتكلم في الطموح الحقيقي دلوقتي، انت عندك ايه الخطه اللي بيعملها اتحاد الكره الحالي او اللي قبله او اللي قبله عشان كره القدم المصريه؟ هل حد جه قال عندنا واحد واثنين وثلاثه واربعه هنتحرك فيه؟ لا، ما حصلش. لا، ما هو استاذ محمد قال لك، واحنا، او استاذ كابتن احمد مجاهد اول لما جه قال لك احنا عايزين
ما هو اللي بيتقال ما بيتعملش، لكن ما حصلش. ما هو احنا سواء بنقول احنا بنقول ما بنعملش او ما طب الحل برضه يا خالد، ما هو انت ما وصلتنيش لحل. خطه المفروض محمد قال تقنيه الفار يتعمل فيها كذا لابد وكذا من يكون جابها فول اوبشن يعني قصدي لا ويكون في حضرتك الرابطه برضه. انا متفق مع الرابطه لان الناس اللي هتشتغل في الرابطه ما عندهمش مصلحه، ما عندوش مصلحه انه في اداره الكره المصريه. انما انت دلوقتي بتتكلم على لابد ان اللي في الرابطه ده بياخد اجره يعني بيدير عشان عايز ينجح بس ويحاسب في النهايه وهيقوله في الاخر بس. طيب. هي فكره الحساب بس يا كابتن. تمام، انت قلت لنا الرابطه مش كده، عندك حاجه تانية في الحل؟ بس الاستاذ بوس كان بيتكلم يعني على ان الكلام ده مش هيحصل ومحتاج، وحضرتك قلت محتاج تكلفه ماديه رهيبه. هو اتحاد الكوره مش بياخد نسبه من البث الفضائي للانديه؟ بس الفضائي وعقود يعني وعقود اللعيبه جدا. انت عارف النسبه ممكن توصل كام؟ لا ما اعرفش. ممكن توصل 80 90 مليون جنيه، ممكن اكتر. انا متخيل ان اكتر. انا حسبت على مثلا ان النسبه كلها من الانديه مثلا 600 700 800 مليون جنيه. 90 مليون دول ما يكفوش حاجه. ما هو ده انا برد عليك بقى. اتحاد الكوره انا يعني طبعا يعني يا كابتن حضرتك جبت رابطه انديه محترفه بتقنيه فيديو بالكلام ده كله، هتتكلف كام؟ هتخلص نفسك من مشاكل قد ايه؟ لا اعتقد ملايين. بس هتخلص نفسك من مشاكل كتير. بس اعتقد ان هي ملايين كتير. انت شفت حضرتك الوضع الجدل اللي كان اللي كنا فيه انت حضرتك والاستاذ وصي قال لك احنا ما حسناش بالدوري الانجليزي. طب احنا ليه رايحين قرر العجوز؟ طب ما انت جنبك الدوري السعودي، اتفرج على الاخراج، اتفرج على التصوير، اتفرج على كل حاجه. حاجه والدوري الاماراتي كان لسه الاسبوع اللي فات الدوري الاماراتي حاجه امبارح نهائي البطوله العربيه. البطوله العربيه حاجه جميله حاجة جدا، حاجه ثانيه خالص. ما حسيتش بمشكله ماتش الزمالك وماتش الاتحاد السكندري اللي كان في البطوله العربيه. بصوا لما نفس الملاعبنا احنا بس التصوير والاجواء مختلفه. بص السلعه عندنا يا كابتن سلعه محترمه جدا على فكره، وتضاهي اقوى سلعه في الشرق الاوسط. اقوى دوري ده بدون مبالغه على فكره، بس احنا منتج رياضي في الشرق الاوسط وعندنا افضل من وجهه نظري يعني عندنا افضل مخرجين، عندنا افضل كده صحيح وجهه نظري ان انا بالحاجات دي بنشوفها كتير حقيقة. موجودين وكويسين وكل حاجه، لكن اللي احنا بنشوف في الدوري الانجليزي والكلام ده في القنوات العربيه اللي واخده حق الاحتكار، هتلاقي معظمهم من 20 ل 30% منهم هتلاقيهم مصريين. بس قبل ما عشان ارد على جمله حضرتك ان رابطه الانديه المحترف انا ما زلت مصمم ان هي الجزء الرئيسي اللي هيعالج كل المشاكل بما فيها تقنيه الفيديو، بما فيها تدخل العنصر البشري، بما فيهم نزود الكاميرات كل ده هتحله لو انت جبت ناس مجرده من الاهواء، مجرده من اي شيء. عويس خصخصه منتج كره القدم، الاهلي بدا في ده يعني الاهلي عمل شركه الكوره عشان يخصخص منتج كره القدم. يعني انت اخرج بالكوره من منطق ان هي تحت اداره اتحاد الكوره. اولا مبدئيا لازم يجي اتحاد كوره معين لانه ما ينفعش منتخب اسف ما ينفعش الاتحاد المصري اللي اتنشا سنه 1921 وهيحتفل بمئويته في ديسمبر تديره لجنه من قبل الفيفا بقى لها 3 سنين. ده ما حصلش في جيبوتي وما حصلش في السودان، ما حصلش في اي ده اي لجنه يعني. اي لجنه جت معينه من الفيفا قعدت سنه ومشت، احنا عندنا بقى لها 3 سنين. فعلى الاقل لازم يجي لنا اتحاد منتخب عشان يجيب لجنه رابطه انديه محترفه تدير، لازم رابطه حكام محترفين، لازم الحكام ما يبقوش موظفين، لازم الحكام يبقوا حكام محترفين، ما بقاش بيشتغل عند حد. احنا يبقى الحكم كده في بطاقته حكم كره قدم، يبقى شغلته انما انت الحكم الصبح حكم وبالليل حكم، والصبح شغال في بنك واللي شغال في شركه واللي شغال في نادي واللي يعني في حكام شغالين في مناطق، يعني في حكم شغال في منطقه في احد المناطق كره القدم. فالحقيقه لازم تتخصص المنتج، يبقى النقل التلفزيوني لازم يتخصص. يعني النقل التلفزيوني لازم يخرج ويروح لشركه متخصصه في النقل التلفزيوني تجيب كاميرات زي ما بيحصل. هو ده حصل في كاس الامم على فكره، عملنا كده في كاس الامم، جبنا عربيات وجبنا ما نعمل ده في الدوري عشان تاخد المنتج وتخصخصه وتعرف تبيعه عشان يجيب لك ما يليق بيه، لان منتج كره القدم المصري هيجيب ما يليق بيه. فالحل ان انت تحل كل المشاكل بتاعتك ان انت تخصخص المنتج عشان تعرف تصرف عليه كويس، لانه من غير ما انت بتصرف عليه كويس مش هتعرف تجيب. قبل ما اقول المستمرات الانديه لسه كنت هقول معنى ان انت تخصخص معنى كده ان انت يبقى رابطه الانديه رابطه حكام محترفه، نقل تلفزيوني محترف، نقل تلفزيوني مع كل التلفزيون بيبقى عنده 50 حاجه فوقت يطلع لك وحده. يعني انت شفت ماتش الاهلي والمصري على اعلى جوده على اعلى جوده على اعلى جوده
انت دايما لما تيجي تفكر وتشوف تلاقي ان انت عندك بالفعل يا جماعه احسن ماتش من المصريين. يعني ماشي انا مصري، لا مصري الاهلي امبارح بالظبط. النقل التلفزيوني لانك بتودي الكاميرات اعلى رائع.